دانيال جوردو، شفت الضغط الجماهيري من جمهور النادي الاهلي على فريق كره اليد؟ انا عارف انت اشتغلت في انديه جماهيريه كثيره جدا خلال الفتره اللي فاتت وربط منتخب البرازيل، وبالتالي اعتقد ان انت عندك الخبره الكافيه اللي تخليك تقدر تبص على او تتحمل الضغط الجماهيري وتخليه حاجه ايجابيه بدل ما يكون سلبي. Yes, for sure. This is the بالتأكيد. I'm totally agree with this. أنا أتفق معك تماما. هناك قاعدة عريضة من الجمهور والمؤيدين، وأيضا هناك منصات للسوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي يتحدثون عن اللعيبة وعن المباريات، ويمكن أن نحول هذا إلى عنصر إيجابي، ويجب أن يكون الجماهير أو تكون الجماهير فخورة بفريقهم وأن يدعموهم، وأعتقد أن هذه هي الطريقة لتحويل هذا الضغط إلى عنصر إيجابي وأن يكونوا فخورين بهذا الفريق. وهذا هو السبب أنه يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا كل يوم في التدريب، في تدريبك اليومي وروتينك اليومي، عندما تأكل، عندما تتعامل مع الفريق، عندما تنام، يجب أن تكون شخص رياضي وجزء من هذا الفريق وعلى نفس المستوى من الجماهير والمؤيدين. أعتقد أن لدينا فريق هائل ومذهل والكثير والآلاف من الجماهير والقاعدة الجماهيرية، وهذا أيضا عمل المدرب وعمل مجلس الإدارة أن يكونوا على نفس المستوى مع الجماهير. ونادي مثل الأهلي عليه أن يقتنص كل الفرص ليصل إلى المستوى الذي يريده الجماهير.